عليكم السلام. شنو اسم حضرتك؟ اسماء حمزة عاجل. كم يتم عندك؟ كم بنية عندي؟ كم يتيم؟ عندي 5، 2 ولد و 3 بنات صغار. بالمدارس؟ اي بالمدارس، نرجس وبراء و... والولد؟ لا مو بالمدارس، تاكل المدارس. يشتغلون؟ والله مو سوا. اي مو صدفة يطلعون ويا اخويا، اخويا يطلع عامل يطلعون وياه. زين انت شلون انت وين قاعد تسحبين ويا اهلي؟ شو بيت اهلي؟ اي بيت اهلي ماخذ غرفة من عندهم الاستقبال فرغوا لي. هذه؟ اي هذه. يعني انت تعمل في 5؟ اي اي. يا سنة توفى زوجك؟ 2018. زين راتب رعاية عندك؟ لا ما عندي راتب رعاية. عجب ما قدمتي؟ قدمت مرتين وما صارت هسه هاي السنة بجي تسوي يعني مرة ثانية. زين انت حاليا انت راتب رعاية ما عندك؟ ما عندي. انت من صرفك؟ والله هاي اخيط. خيطين؟ اي اخيط. شو تخيطين؟ اخيط وجوه مخاديد، شراتشيف، يعني اشياء ذني بسيطة اقدر عليهم بردات. زين شنو هاي يم هاي الماكينة؟ اي هاي الماكينة. هاي الماكينة؟ مو كل قماش تخيطها هي. فد يعني وياها وياها. يعني شو تخيط شو القماش؟ نوع القماش؟ وين القماش؟ هذا القماش، هذا قماش العادي. اي فد قماش ما تخيطه مثل القديفه ما تخيطه. ايه البوليستر هيك النايلون مال دندي نايلون هواي ما تخيطه. زين زين عم تخيط. زين انت يعني خلينا نقول يعني قديمه موديل الماكينه. اي اي شو تخيط مش الماكينه؟ شنو هاي الصناعيه؟ اي صناعيه كل الزينه احسن شيء. يعني اشتغلت على صناعيه قبل؟ اي مشتغله. زين اذا هاي الصناعيه تدري ماكينه صناعيه، زين انت هاي بس وجود ختم بيها لو عاد عندك غير شغلات غير الوجوه؟ اي عندي مثل ملابس بنات صغار. تخيطين؟ اي بردات. هي وقاعداتها. زين سألت هذا التصريح شلون راح يصير؟ يعني انت خيطتي؟ اي من راح يصرف لك اياه؟ انا في تربية والله. تفتري بيه؟ اي والله. على الموظفات، على المعلمات. زين هو هذا المتر قد كم وحده من هاي يصير قماش؟ المتر تصير 3 ويزود من عنده، يزود من القماش. 3؟ اي يزود. هالكبر كذا وجوه هون خالد هالكبر. اي زين بعد شنو معناته؟ زين انت سويت ماكينه والله يا ريت. زين بعد شنو معناته تغير الماكينه؟ والله صوبه نفطيه، ثلاجه، يعني اطلع. عندكم ثلاجه؟ اي عندنا ثلاجه. ان شاء الله هالخير تشوفون حالك، احنا نود اهم شيء يعني احنا نشوف هدفنا احنا نكيف على ام الايتام اللي عندها فد باب ورزق. أيوة. مثل ما قلتي الماكينه مال الخيار، مثلا التنور، مثلا فشي على مود تعينها. احنا المؤسسات وين الخيار ما دايما. صحيح. يوم اكو باكر ماكو، فاحنا نريد تحت العالم نسير عم تكبر هاي الايتام. ايش قد عمرها؟ وراء 2013. بيصف. الثاني. ونرجس الصف الخامس. وش كبيره؟ صف الثاني متوسط. زين. ان شاء الله ان شاء الله الخير بعون حالتك. الله يكرمك ان شاء الله.